بنتكلم دايما عن الجهود اللي بتعملها الدولة في كل القطاعات. أهم هذه الجهود واللي شفنا تأثيرها بشكل كبير على الأرض كانت الجهود اللي اتعملت للقضاء على المناطق العشوائية. الدولة خدت خطوات هامة جدا في مسألة القضاء على البناء العشوائي من خلال منظومة تراخيص للبناء الجديد، ودي بتضع شروط وضوابط لضبط حركة التشييد في المدن وعواصم المحافظات. وضعت الدولة منظومة تراخيص البناء الجديدة من أجل تقنين إجراءات البناء في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تتضمن عدداً من الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بهدف القضاء على العشوائيات في مصر. تهدف منظومة التراخيص الجديدة أيضاً إلى ضبط حركة التشييد والبناء في الدولة وتقنين أوضاع الأراضي، إضافة إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي. وأعلنت الحكومة أنه من المقرر تطبيق المنظومة الجديدة في المدن فقط، أما باقي الوحدات المحلية القروية والقرى والعزب والنجوع فيتم العمل فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية، ولا تنطبق عليها منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة التي تطبق في المدن. منظومة البناء الجديدة ستقضي نهائياً على البناء العشوائي في مصر، كما تساعد على وقف التعديات والبناء على أراضي الدولة أو خارج الحيز العمراني وإعادة المظهر الحضري إلى المدن والعواصم.